فقرتنا الأولى مثل ما قلنا بدنا ننبه على موضوع يمكن بيغفلوا عنه بعض الأمهات، ولكن هو بيحمل جزء كتير كبير من الخطورة والأهمية بنفس الوقت. ارجع لسمر، سمر انت بتتذكري لما كنا أصغر أو لما كنا بفترة الطفولة يعني شو كانت هي أبرز الألعاب اللي كنا نلعب فيها؟ كنا نلعب ألعاب كتير بسيطة، كنا نلعب بالباربيات، كنا نلعب بيت البيوت، يعني نلعب ألعاب العادية بس اللي كتير حلوة اللي كان في تواصل بيناتنا مع العائلة، مو مثل هلا كل واحد يعني عم بيلعب لحاله بموبايله يعني هذا الشيء يعني عم بيبعدوا عن عائلته بنفس الوقت يعني ما عم بيخليه ينبسط مثل ما كنا نقول. لهيك اليوم بدنا نحكي يمكن عن خطر الأجهزة الذكية إن كانت موبايل وإن كانت تاب ولابتوب وإلى آخره بمختلف أنواعه، وكيف الطفل اليوم صار يمكن بحالة إدمان حقيقي على هي الأجهزة الذكية. بنفس الوقت ما فينا ننكر ضرورة أن الطفل يتعرف على كل هي الأمور على التطور التكنولوجي، لكن بطريقة صحيحة ومضبوطة من قبل الأهل. رح نحكي أكثر عن الموضوع مع دكتور رولا السداوي الأستاذة بعلم النفس. صباح الخير أستاذة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بالبداية مثل ما حكينا وخلينا نسألك ونبدأ معك بهذا السؤال، هل الألعاب الإلكترونية هي صارت يعني أمر واقع عند كل طفل؟ يعني ما في طفل إلا لازم يلعب الألعاب الإلكترونية؟ اختلف الواقع عن زمان؟ هلا هي هو لازم، ما في شيء اسمه لازم، يعني هي بترجع للعادات والتربية. التكنولوجيا عم نشوفها بكل بيت عم يتعلق فيها. بس في نقطة مهمة كتير، انه اذا انشغل الطفل بشيء مفيد اكيد ما رح يتعلق فيها، يعني كان وقته مليان بشيء مفيد. هلا طبعا الان اليوم اول يوم بداية العام الدراسي، نتمنى التوفيق للجميع الفصل الثاني طبعا. فنحن بالنسبة لنا انه الطفل اذا شغلنا دراسة اكيد مو بس كل وقته بده يكون دراسة، بده يكون في ممكن احيانا موسيقى، ممكن رياضة، ممكن نادي، ممكن رسم، ممكن شيء مفيد حتى بالبيت. هلا بالوقت الحالي لانه بيتعلق بده ياخذ قسم معين. هلا واقعا هن صار عندهم ادمان، صار عندهم ادمان، يعني حتى اولادنا نفس الامر، ونحن عندنا ادمان في اطفالنا تماما بالضرورة. تماما، يعني نحن بنكون بمكان شخص عم يحكي نحن بالموبايل، عم يعني عيوننا بالموبايل، واقعا صار وما عم نلتفت لهذا الامر السلبي للاسف. خلينا نحكي بالتفصيل اكثر عن يمكن ضرر هي الاجهزه الذكيه على اختلاف انواعها مثل ما حكينا، ان كان على الصحه النفسيه للطفل، الصحه الجسديه، شو تاثيراتها اليوم؟ هلا في نقطه مهمه، انه هي الضرر مو بس اول شيء هي على الجسدي، العيون، حتى التركيز، الذاكره. يعني هذا الشخص اللي عم خصوصي الطفل بيبقى المفروض في له وقت ساعات محدده مثلا هي لازم ينامها، في له مثلا حتى انه غذاء محدد، هو عم يمتنع عن العشاء، عم يمتنع عن القعده مع اسرته، مجرد بس يكون عنده الموبايل هو الكنز الحقيقي له، فهو ما عم يهتم بحاله، حتى القعده لفترات طويله بالنسبه لظهره، لانه هو الطفل خصوصي اللي عمره بالسبع من سنوات لعمر نحن بنقول اليافعين لعمر 14 سنه 15 سنه، هذا بده نوم محدد، غذاء محدد، تعامل معين، يعني الطفل طبعا غير اليافع، فهو بالنسبه له هذا الضرر. الضرر النفسي انه هو نحن بنقول اول امر بصير عنده انطواء، عزله عن اهله، هذا اول امر، ما بيعود بيرغب يتواصل مع اهله، مع معارفه، مع اصدقائه حتى، يعني هذا الامر للاسف. وحتى الامر اللي بنلاحظه هلا متفشي كثير عنا، انه عم يطلعوا على الكافيهات اليافعين والاطفال صاروا وهن مع الرفقه للاسف، لكن بس الموبايل بايدهم، يعني مجرد انه تقليد للغير فقط بدون تفكير بهذا الامر. تمام، خلينا نحكي على كل الوقت عم يكون مثل ما حكيتي الموبايل بايدهم، كثير من الامهات عم بيلاقوا انه فرصه لينشغلوا اولادهم عنهم، يعني انه الموبايل كل الوقت بايدهم، حتى وقت الاكل، وقت الشرب، بكل لحظه ما عم بيفارقهم. شو بدك تنصحي هدول الامهات؟ قديش الوقت المناسب لكل عمر؟ اكيد يعني الصغار مو مثل اليافعين ولا مثل المراهقين، الوقت المناسب للمراحل كلها. هلا يمكن في تجربه، انا بالنسبه لابني، ابني متعلق بالموبايل، يعني طبعا هو من اليافعين، يعني عمره 15 سنه، لكن متعلق فيه بشكل كبير، لكن في ساعات محدده بدنا نعمل اتفاقيه، يعني اتفاقيه بمكان محدد ناخذه، اعطيه شيء هو بحبه، ممكن بدي اعطيه البديل، يعني يوم الجمعه هو كل الاطفال وكلياتنا بنحب نكون مثلا بمكان معين، نطلع لمشوار معين، فنحن بدنا نعطيه هذا البديل، بدي اعطيه شيء بديل، بدي اعطيه اذا كان طفل العاب معينه بدي احط له البديل، ما بصير احرمه وخليه، وما بصير انا احرمه انا ماسكه الموبايل. تمام. يعني فاقد الشيء لا يعطي،
فهذا النقطة، هي النقطة كتير مهمة، إنه أنا بدي أعطيه البديل يكون أنا كمان قدوة يعني قدر الإمكان، حتى هو يقدر يسمع مني، وما بيصير كمان أنا أعطي يعني هو أحرمه وأخوه الكبير الأكبر منه خلي له يعني. لو كان يعني للأسف في نقطة عم نواجهها مع بعض الأمهات، إنه مثلا أخين بالبيت إنه الكبير أشطر من الصغير، فهي بتخلي مع الكبير لأنه هو أشطر. طب هو هذا ما بيقدر الطفل الأصغر منه، بيعتبر إنه هي عم تظلمه الأم أو ما عم تعطيه حقوقه. فهي النقاط بدنا نأكد عليه، نعطي البديل، الحلول البديلة حتى يبعد عن الموبايل، ساعات محددة. تمام. حالات الإدمان اليوم كيف فينا نتغلب عليها؟ مثل ما قلتي ضبط هذا الشيء بساعات محددة، لكن مثل ما قلنا المشكلة إنه ما عم بتكون بمجرد الشباب أو حتى اليافعين هذا الموضوع، عم نشوفه بأطفال من عمر 3 و4 و5 سنوات، وقت بيحطوا يمكن يوتيوب، وقت بيحطوا ألعاب إلكترونية حتى، فعم نشوفه بمختلف الأعمار من أعمار صغيرة اللي هي بتبلش بالنمو والتكوين العقلي والفكري للطفل، فكيف فينا نكسر حاجز الإدمان؟ هلا حتى باليوتيوب ما في برامج هي ممكن تكون فيها اختراعات فيها فائدة، فنحن بنواجهه بالوقت المحدد بدنا نواجهه. النقطة الثانية كمان الأم تكون عندها هذا الوعي، يعني الأم اللي بس بدها تعطي الموبايل لابنها حتى يبعد عنها، حتى هي تكمل أمورها بالبيت، خلينا عم نحكي على مجال إنه هي عم تكمل أمورها بالبيت، طب كمان هذا عم ضره أنا. يعني كان قبل، إذا بتتذكروا قبل الموبايلات كان في شيء اسمه البرامج الأطفال، لكن كمان كان في أطفال عندهم إدمان عليهم، تخلي الأم الطفل تقريبا أكثر من شيء 10 ساعات هو على التلفزيون، كمان هذا في ضرر لعيونه. يعني دوما بيكون في عنا توازن بأي تكنولوجيا جديدة طالعة عنا وين ما كانت. الموبايل ما فيني أحرم ابني أكيد، لأنه صار هو تقليد للغير، لكن ساعات محددة وبعطيه البديل، وإذا بده يكون في أنا بوجهه لبرامج معينة بعمل له مثل ما بقول دعاية إنه هذا البرنامج كتير أطفال عم يفوتوا عليه عم يخترعوا عم يستفيدوا، ليش لا؟ يعني ضروري المراقبة، مراقبة وحتى وعطيه وجهه يعني ليفوت لبرامج ممكن مفيدة. تمام. الآن ما في برامج كتير للبرمجة بالفيديوهات فيها مسابقات، طب أنا ليش ما وجه ابني هيك؟ صح. خلينا نحكي على القصص الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، شو ممكن تفيد إذا كانت يعني تحت مراقبة الأهل وبساعات معينة؟ هلا هي بشكل عام اذا كان في مراقبه وساعات محدده، هلا اكيد هو بده يتعلم هي العلوم، لانه بتلاحظي الطفل خصوصي اللي عمره 5-6 سنوات صار ما شاء الله بالكمبيوتر بتلاقيه مبدع اكثر من اللي من الاكبر منه، فهو هذا بده يفيده، يعني هذا الامر لابد منه. بس نحن اذا بساعات محدده ومراقبه وبرامج محدده هو بينمي له كمان يعني ذكائه، بيطور له علومه، بيطور له شخصيته، عم يتعلم لغه ثانيه، تمام، اذا كان لغات ثانيه نقطه كمان بيزيد له ثقته بنفسه، بتطلع له قدراته ومهاراته، يعني هذا ما بننكر هذا الامر، لكن بتوجيه محدد مراقبه معينه. اما نمنع منع كامل لا ما بيمشي الحال، لانه بنكون نحن بصراحه يعني عم نحكي شيء هو مستحيل التنفيذ يعني، ونحن ما بدنا كمان بعد ما انا اعطي ابني يمكن 10 ساعات و15 ساعه باليوم يفرض هو بيعطل، بعدين احرمه منع كامل، بصير عنده رده فعل سلبيه، بصير نقمه، بصير عنده مشكله نفسيه كمان اكثر من الحرمان. فهنا ننتبه لهي النقاط. تمام. استاذه رولا، نصائح اخيره بتحبي توجهيها للامهات الاباء بخصوص هذا الموضوع بالتفصيل؟ ما بدنا نعمل تصادم مع طفلنا، بدنا نحن نخليه ياخذ شغلات بحبها لكن بطريقه صح وبطريقه مضبوطه. هلا هو بشكل عام مثل ما حكينا المراقبه بوقات بساعات محدده باوقات محدده، كمان النوم بكير نعوده على النوم بكير، يعني فانا وتكون منظمت له. هلا كمان الام لما تنظم بالبيت الامور، وجبه الغداء وجبه العشاء للطفل او لابنها، كمان هذا بيساعد على تنظيم وقت ابنها. اما اذا الام هي اصلا مو ملتفته، هلا ممكن مو ملتفته، ممكن مشغوله كثير اي سبب كان، فاكيد هذا بيلعب دور سلبي بالنسبه للابن. بتكون في مراقبه ومتابعه وما في حرمان كامل بساعات محدده اكيد هذا، بس يعني ضروري هو يكون مثلا بعالم اللي احنا بنقول العالم التكنولوجيا بهي الاجهزه الذكيه، لكن بمراقبه وساعات محدده، هذا أكيد. امر طبيعي. متشكرك، متشكر معلوماتك القيمه، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا لك استاذه مره ثانيه، وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا.